تقول السائلة أحرمت وهي حائض، ولما وصلت إلى الحرم دخلت إلى الحرم ثم سعت بنية العمرة، ولما طهرت طافت طواف العمرة ثم قصرت، هل عليها شيء في تقديم السعي على الطواف؟ نعم، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف، طواف مشروع، فعليها أن تعيد السعي، عليها أن تعيد السعي وأن تعيد التقصير من رأسها، وبذلك تتم عمرتها.